قال مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني باسم لطفي إن الحوار يعد خطوة إيجابية لإيجاد حلول للأزمات التي نعاني منها، وأضاف أن الاستثمار قادر على إخراجنا مما نحن فيه وخاصة الشركات الناشئة. حوار ممتع، بنسمع كل وجهات النظر، نسمع وجهات نظر جديدة، كل الأطياف وكل الأحزاب قاعدة على الترابيزة بتقدم المشاكل والحلول في ملف الاستثمار سواء محلي أو أجنبي. طبعا كم الشباب برضو المشارك حاجة يعني أفتخر بيها جدا، ولكن عند ما حضرتك بتقول المشاكل والحلول، أنا النهاردة سمعنا من أحد الشباب أهم المشاكل والحلول آليات حل هذه المشاكل. كلنا عارفين المشكلة فين والحل إيه، لكن آليات حل المشكلة هو ده اللي احنا المفروض نبتدي نتكلم فيه ونناقش فيه.